ميدو شبك انت؟ شو صار لك؟ كيف هيك قلبت لك عقلك بقعده وحده؟ حبيبتي مو مهم من قعده وحده ولا من قعده مية، المهم انه كلامه صح 100%. يا سلام. ايه وشو ناويه تعملي بقى؟ حبيبتي بدي اعمل مثل نظريه عبد الحليم حافظ، واكيد ما رح اعمل مثل نظريه اسمهان الله يرحمه. ميدو انت فيكي شيء؟ طالع حرارتك؟ خطبتك اخر الشهر. شو ايه ايزي حبيبتي، بتتاجل خطبتي. ايه وسام شو بدك تقولي له؟ حبيبتي وسام لازم يقتنع بنظريه عبد الحليم حافظ، لازم يخليني نجمه فوق ما يهبطني على الارض. ايه لا بقى انت اكيد جنيتي. ميديا انا حقول لك كلمه حطيها حلقه بدنك، انت عم تغلطي. رح اغلط اذا ما سمعت كلامها لصبوحه حبيبتي. فالج لا تعالج عن جد. ليكي انا موعدي حسام لازم روح لعنده، تاخرت كثير. انت شو حتعملي؟ ما بعرف، رح ابرم هون شوي بالمول وبعدين بطلب كومار. خلص روحي انت. طيب حبيبتي باي. نأجل الخطبة؟ ليش؟ وسام صار لي سام اشرح لك ليش. انا بدي ضل حلم لكل الشباب، بدي اكون فوق ستار كبيرة وكائن فضائي، ما بدي انزل على الارض، ما بدي اغلط غلطة اسمهان، بدي اكون مثل العندليب الاسمر. طيب لايمتى بدك نأجل؟ هو طالما نحن حابين بعض خلينا نعيش هذا الحب، يعني ليش نكون مستعجلين على الارتباط؟ ميديا انا معك، انا مستعد استناكي كل العمر. عن جد؟ طبعا عن جد. وسام انا يوم عن يوم عم اكتشف فيك شغلات جديده، عن جد انت انسان عظيم. انا بحبك وسام، غرامك احلى غرام.